السلام عليكم. درسنا اليوم في مادة النشاط العلمي، بماذا تتناول الحيوانات أغذيتها؟ في هذه الحصة سنتعرف بعض الأعضاء التي تساعد الحيوانات في تناول الأغذية. نلاحظ الصورة جيدا. في الصورة طائر يلتقط سمكة ليتغذى عليها. إذن ما هو العدو الذي استعمله الطائر؟ يمكن أن نطرح التساؤل التالي: بماذا تتناول الحيوانات أغذيتها؟ لكي نتعرف على الأعضاء التي تستعملها الحيوانات لتناول أغذيتها، ننجز النشاط التالي: نحدد لكل حيوان العضو الذي يتناول به الغذاء. الزرافة تستعمل الفك. الأسد يستعمل الأسنان. الحرباء تستعمل اللسان. الطيور تستعمل منقار. والثعبان يستعمل الفك. إذن مما سبق يمكن استخلاص ما يلي: تتناول الحيوانات أغذيتها بالأسنان أو اللسان أو المنقار، ويمكن تصنيف الحيوانات حسب العضو الذي تستخدمه في التغذية. كتطبيق للدرس نقوم بكتابة رقم الطائر في الخانة المناسبة. حسب دور المنقار عند كل طائر.